فإن هذا المستطيل محاط بجماهير مسكونة بالشغف والولع وحب المناصرة. إنها مباراة أخرى ولكن على المدرجات. في مواجهة قطبي العاصمة بين الاتحاد والمولودية لا مقعد شاغر هنا ولا مكان لمن لا يهتف أو لا يرتدي قميصا بلون الفريقين. هي تقاليد الديربي الأشهر والأعرق في الجزائر. حينما ترى هذه المشاهد تخال نفسك في مسرح أبطاله مناصرون أبدعوا وتفننوا في رسم لوحات تشجيعية بأربعة ألوان: أحمر، أسود، أبيض وأخضر. مناصرون يضربون أروع الأمثلة في الانتماء والولاء مع فريقيهما في رحلة البحث الدائم عن الانتصار. ينشدون أغاني الفرح والإشادة وغايتهم شحن اللاعبين معنويا. إنه التجديد والإبداع في تشجيع لجماهير سمتها الإخلاص والوفاء لألوان النادي. ملعب 5 جويلية معقلهم ومسرحهم، فيه يعرضون أبهى صور المناصرة بأشكال تبهر الناظرين. إنها المستديرة وما تفعله بالمشجعين، وديربي العاصمة يجمعهم دائما وأبدا على المحبة والروح الرياضية.